دكتور خالد، ايه اهم الامور اللي لمستها خلال فتره تواجدك مع مستر مارسيل كولر؟ تفكيره، وانا عارف الراجل شخصيه منظمه جدا، انت اقرب يعني فرد ليه، كلمنا دماغه والتفاصيل اللي بيركز عليها. هو مارسيل، هو ده بيخليني اقول له مارسيل مش مستر كولر، احنا بنتعامل مع بعض دلوقتي زي صحاب، وهو بيثق فيا الحمد لله جدا. مارسيل ميزته هي النظام والدقة بشكل مخيف، يعني الراجل مركز جدا، بيشتغل في اليوم مش اقل من 16 17 18 ساعة شغل، لا يتوقف عن العمل في اي يوم. الناس بتبقى فاكرة، حتى العمال قالوا لي في التمرين الناس بعد التمرين الناس بتروح، لا مارسيل بيفضل قاعد بعد التمرين، بنقعد نشتغل مع بعض فعلا في ايام لغاية الساعة 12 بالليل. الماتش بيخلص على طول، الماتش بيخلص بيروح فاتح اللابتوب ويبدا التجهيز للماتش اللي بعده، يبدا يحلل الماتش، ما بيسيبش دقيقه من غير ما يشتغل، بيركز في كل التفاصيل، وشايف ان ده اللي بيفرق من نادي كبير نادي صغير، التفاصيل الصغيره، ركز كل حاجه. اشكرك يا دكتور خالد، والف مبروك، وان شاء الله مزيد من البطولات لله. ان شاء الله الف مبروك. كابتن اسلام دخل لقاء طبعا مع مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، والدكتور خالد الجوادي مترجم لمستر مارسيل كولر، مليون مبروك للنادي الاهلي، الفرحه مستمره، مستمرين مع حضراتكم ومع كل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي من هنا من ابو ظبي، او بالتحديد العين، فرحه النادي الاهلي بكاس السوبر رقم 12.